كثير تابعت مسلسلات كورية تتكلم عن كذا، مثل رجل عصابة ولا نصاب يغطي نفسه برجل دين، صح؟ ايه لأن الموضوع بسيط، عرفت؟ يعني هذا رجل العصابة، في الغالب أنا دائما أعتبر إنه حقين العصابات هم أذكياء، يعني أذكياء يشغلون مخهم، أوكي؟ مو شرط إنهم يسوون شيء صحيح، بس عندهم ذكاء يعني. فهو يفكر يقول مين أسهل ناس أخدعهم؟ هذول الروحانيين المتدينين. ليه؟ لأنهم يصدقون، لأنهم سهل يصدقون أي واحد روحاني، أفاتار، شيخ دي، أي خلاص، ما دام فلان قام خلاص خلاص الكلام صحيح، المعنى صحيح، ما في نقاش، ما أسوي له فلتر ولا أناقشه مرة ثانية. هل التلاعب، صديقتي روان تقول، هل التلاعب بالآخرين يعتبر إساءة روحانية مرتدة؟ خلي أبغى أقول لك إنه غالبية الإساءات العادية تطلع من الأشخاص العاديين، يعني خلينا نقول مثلا إساءة من أختك، من صديقك، من زميلك في العمل، قد تكون هي، أو تلاعبات، قد تكون تلاعبات فكرية ومشاعرية، فهي ما تمارس باسم الدين أو باسم الروحانية، وهذا اللي يعطيك القدرة على انك تطلع منها ابكر من لما تكون روحانية. لما تقولك اوه هذا معلم روحاني، تحس انه ما يكذب، انه ما ينصب، انه ما يتلاعب، اوه هذا شيخ دي، لا مستحيل يكذب، فيخليك هذا انك انت يعني اقرب للغباء، اقرب لقصة انك انت ما تفلتر، ما تنقد، ما تراجع الموضوع. بخلاف لما يكون صديقك او شخص في العمل معاك، لا تقدر، يصير عندك فرصة، لكن هاي تلاعبات مشاعرية وفكرية غالبا. داليا تقول ما هو الشعور الذي يجذب المستغلين الروحانيين لطاقتنا؟ أنا أقول لك الريموت كنترول، أبغى أقول لك غالبا إحنا نشأنا في بيئة عندنا أم وأب ومدرسة وجد وجدة، وبالتالي لما كنا أطفال وصغار من الطبيعي أن يكون الريموت كنترول معاهم. ليه؟ عشان يضبطون الواقع، عشان يربونا، يوكلونا، يشربونا، يعلمونا. لما نصل مرحلة معينة يقولك تفضل الريموت كنترول، أوكي؟ وين اللي يصير في بعض البيوت أنه الريموت كنترول ما يتسلم لك في الوقت المناسب، لما تكون الأم مثلا متعلقة بطفلها، لما يكون الأب نرجسي أو متحكم أو دكتاتور، ما يسلم الريموت كنترول في الوقت المناسب. فبالتالي انت تنشأ، تخيل مثلا فتاة نشأت في بيئة اهلها الريموت كنترول مو معاها، وصلت عمر 40 وهي في بيت اهلها الريموت كنترول مو معاها. تخيل تخيل اي شخص يسمي نفسه افاتار، معلم روحاني، يقدر يجرها بكل بساطة، لانها مو متعودة انه الريموت كنترول بيدها، مو متعودة. فبالتالي تاخذه من امها تعطيه الافاتار، تاخذه من الافاتار تعطيه شيخ الدين، تاخذه من فلان تعطيه، عرفتوا كيف يدار الموضوع؟ بالتالي ما احنا متعودين نقول لا هذا تبعي انا، انا احدد ايه مناسب غير مناسب، يصلح ما يصلح. بالتالي انت انك انت تمسك الريموت كنترول حقك، هذا هو اللي يخلي الناس انها تخدع، انها تحصل لها هالصدمات الاساءات الروحانيه. زوجي قال تعالي اوديك راقي شرعي، قلت له انا ارقي نفسي ولم ارقي نفسي، كان يريد اقناعي بمرض روحي ويحطمني. حسب ما فهمت من سؤالك انه اوكي هو يبغى يقنعك انه انت مثلا فيك جني، اوكي يبغى يقولك ترى انت مو صاحية، ترى انك جواتك جني، فيقولك تعالي خليني اوديك للروحاني اللي يعني هو بيقرر اذا عندك جني او ما عندك جني. فانت قلتي لا ما ابغى اروح، لانه لو رحتي وقالوا فيك جني فكأنه زوجك بياخذ هذا عذر او بياخذ هذا دليل على يمكن يعتدي، يمكن يهمل، يمكن يطلق، يمكن يتزوج، ما ندري وش بعدها، وش القصة اللي بعدها، ها؟ فهو بيروح بياخذك عشان يعني يكون عنده دليل انه انت مو صاحية، فيك جني. فانت قلتي لا انا ارقي نفسي، ما احتاج اروح للشخص يرقيني. انا اعتبر موقفك جيد، وإن كنتي ما تدرين صراحة هو هل هذا فعلا هو نيته أو لا، بس أعتبر موقفك جيد، وأعتبر أنه يعني القرآن متوفر عند الجميع، وتقدرين ترقين نفسك، وتقدرين يعني، وصراحة مرات الإنسان خصوصا لما يكون في موقف ضعف ويكون في مرض
ويكون في قاع، يكون قلبه رقيق ويعني يدعو الدعاء بصدق ويعني يكون قريب من الله. ف يعني انت ما بينك وبين الله وسيط، ما تحتاجين وسطاء، ما نحتاج وسطاء احنا يا جماعة، ما نحتاج اي وسيط. فاعتقد انه صراحة قرارك جيد، لكن ليش ما رقيتي نفسك ما ادري عنك انت وش المشكلة اللي عندك، ليش ما اخترتي انك انت تكملين هذا الخيار؟ هل تحاولين انه انت اصلا تنكرين كامل الفكرة من خلال انك انت ما قمتي بها؟ سوي اذا تؤمنين فيه، سويه. تقول لك يمكن هو يعني نيته صادقة. ممكن تكون نيته صادقة، بس اعتقد ردة فعلها جيدة. حتى لو كانت نيتها صادقة، هي ما تبغى بينها وبين الله وسطاء، وتبغى هي ترقي نفسها، وش المشكلة؟ آرت تقول يقول قاعد أضحك على كلامك، أتذكر مواقف مرت فيني. شاركنا إذا عندك مواقف من إساءة روحانيين، شاركنا. صديقتي هلا تقول أنا تعرضت لاستغلال من روحانيين نساء ورجال أكثر من مرة قبل سنوات، والآن أحس بعار وقرف من نفسي، أخذت أبنس وظهر لي هالشعور، ماذا أفعل؟ استمري إذا كنت حاليا تشتغلين على أبنس، استمري. وبصراحة إذا كان عندك حق عند أحد طالبي فيه، إذا حسيت إنه أحد اعتدى عليك أو أخطأ عليك عادي، يعني طالبي بحقك، يعني قد يحتاج إنه يعتذر، يصحح الخطأ، يوضح نفسه، يعني عطي مساحة إنه الأشخاص، أو ممكن تقولين والله أنا راح أجيب للشرطة، راح أبلغ القانون، راح أكبر الموضوع بهالطريقة، برضو تقدرين تسوين هذا الشيء. لكن عادي تقدرين تنظفين هذه الصدمة مثل أي صدمة مرت علينا في حياتنا، وراح تقولي عن نفسك أنا ساذجة، أنا غبية، ليش سويت في نفسي كذا، ليش سلمت الريموت كنترول، ليش وثقت فيه، ليش ما سويت فلتر، كلهم بشر. ذلك ما في أحد مضمون، ولا في أحد محمي، ولا في أحد فوق راس هريشة، ولا في أحد، يعني أنت مثلك، هم مثلك، تاي لازم تتعامل معهم مثل ما تتعامل مع صديقك، مع زميلك، ممكن يصيب وممكن يخطئ. لذلك المرحلة تمرين فيها طبيعية، وإذا كملتي أبنس راح يختلف الموضوع معك. كوين تقول خطاب العقل لا يجب أن يغيب أمام من يدعون أنهم روحانيون بدون أدنى شك. عشان كذا أنا أميل إلى أنه أنت لا تسقط هويتك حتى لا يتم التقامك لقمة واحدة. أوكي أبغى أرجع أقولها ولا تنسونها مني. أميل إلى أنك لا تسقط هويتك حتى لا يتم التقامك. انتبه، هذا الكلام كثير مهم. أميل إلى أنك تحافظ على هويتك. هويتك اسمح لها أنها تسقط في النداء الثالث، نداء الموت، وانت مودع وانت تقول باي باي للحياة، مو وانت في معترك الحياة تسقط هويتك وتسمح لأي أحد أنه يعني، وانت تكون إيش قصة أنه أنا لا ما عندي هوية وكل شيء أوكي وكل شيء تمام. لا، أنا عندي هوية وعندي حدود وعندي شكل وعندي لون وعندي طريقة وعندي هيئة وعندي اختيارات، وهويتي أنا أنظفها مرة بعد مرة وأغير هوياتي. هذا هو المفروض. لكن هناك مذاهب روحانية تؤمن بأنه هي تبغى تمسح هويتك. كثير من المذاهب الروحانية تميل إلى فكرة مسح الهوية، أنه أنت هذا إيجو، لا انت لازم تصير ولا شيء، انت لازم تصير ولا شيء. اوكي، لازم اجل مين الشيء؟ ما اعرف مين الشيء، هو الافاتار، هو المعلم، هو شيخ الدين، ما اعرف مين هم الشيء. وحنا ولا شيء، ليش حنا ولا شيء؟ ليش نصير ولا شيء؟ لا، نبغى نعيش القصة، عندنا رغباتنا، عندنا هويتنا، نبغى اوكي، احنا فاهمين، احنا عارفين انه احنا جوا قصة ما هي 100% حقيقية، لكن نبغى نعيش هويتنا مرة بعد مرة، وننظفها ونعدلها ونضبطها ونصححها وناخذ أحسن نسخة مننا، وهكذا نستمر نرتب الأمور أكثر. لكن أما تسامح، اشطب هويتك،
شيل يا عمي، تنازل، أعطي، ما أعرف إيه. وش بقيتوا مني؟ وش بقيتوا مني؟ أنتم شلتوا مني كل، يعني بعد كذا ما أعرف، أنا شك إنه ممكن يكون إنسان أصلاً. أنت بتكون حيوان أصلاً لو اتبعت هذه الطرق. والله والله ما أكذب عليكم، لو اتبعت هذه الطرق الروحانية اللي تدعوك إلى أنك أنت تتسامح، واحد يدعس عليك، يدعس عليك ويهينك، يقولك تسامح، ها ها يا عمي، اي شيل الإيجو، لا مو لازم تحصل، ها أفا، مو لازم أجل، ها مو لازم يعني يصير عندي الأشياء، أوكي اترك الموضوع، أوكي أعطي يا عمي، أعطي، إتس أوكي، قدم وأعطي، مو لازم أنت، أوكي. وش أصير أنا في النهاية؟ وش أصير بالضبط يعني في النهاية؟ وش القصة أجل؟ أجل وش هي هالقصة إلا إذا ما كانت إني أنا أعيش هذه القصص وأجربها وأشعر فيها وأروح القممها وأروح القيعانها وأعيش كإنسان، أعيش كإنسان. لكن أما إنه أحد يبغى يسلب مني كل إنسانيتي، يبغى يسلب مني شعور إني أنا زعلان لما أزعل، شعور إني أنا أعترض لما، شعور إني أسأل مين، كيف، ليش، لماذا أنا، يعني إنسان، أنا إنسان، هذا العقل مركب جواتي، ما جبت العقل من مكان ثاني، ما جبت السؤال من، هو السؤال جواتي، لماذا أنا، ما هي القصة، هذا شيء جواتي أنا، ما سرقتها من أحد، ما أخذتها من 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 قصة بعيدة، ما أخذتها من الفضاء، ما رحت للمريخ وجبت هذا الموضوع، ليش يطلع هذا الموضوع غريب، ليش يطلع هذا السؤال غريب، ليش يطلع هذا الزعل غريب، ليش يطلع الاحتجاج على شخص اعتدى علي غريب، ليش، هذا أنا إنسان، إنسان إنسان، ما المفروض يصير ملك في هذه التجربة، مو مطلوب مني أصلاً أني أصير ملك في هذه التجربة أبداً أبداً. ويا أحد يطالبك أنك أنت تصير ملك، يعني صراحة أنا أشك فيه، أشك فيه. فأنت هذه قصتك، أنك أنت تعيش القمم والقيعان، ومعك عقلك يمنعك أنك أنت تسلم الريموت كنترول لأي شخص، لأي فلسفة، لأي قصة ممكن أنها تحرمك حقك في الحياة وفي الإنسانية. تقول كذا كنت أنا أول ما دخلت الوعي. عجيب.